بحب انسب الفضل لربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. هو تكريم مهم جدا، وزي ما انت قلت بيبقى تكريم لتعبك ومجهودك اللي بتقدمه الموسم اللي فات. الحمد لله ربنا كلل مجهودنا في النادي ببطوله وفي التكريم ده، وان شاء الله اللي جاي افضل. يعني الفرقه قدمت موسم كبير وموسم قوي جدا، ونافسنا لاخر لحظه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر يحسم بطوله الدوري، كملنا في الكاس الحمد لله قدرنا نحققه. الحمد لله على المستوى الشخصي كنت بحاول يعني بمساعده الفريق وباذن ربنا ان انا دايما اكون حاضر مع الفريق، وان انا دايما اقدم مستوى كويس يقدر يساعد الفريق انه يحقق حاجه ويقدم موسم كويس، خصوصا ان ده اول موسم ليا بعد العوده لبيراميدز. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نقدم حاجه كويسه. يعني عاليه الحب اللي بينك وبين كل اللاعبين لاعب النادي الاهلي، وده ان ده اللي بيدل على ان احنا بنتنافس جوه ال 90 دقيقه، بنبقى اصدقاء جوه الملعب، بنبقى اصدقاء خارج الملعب. اعتقد دي رساله مضمونه مهمه جدا يا كابتن. دي الحاله اللي نفسي تتنقل للجمهور، دي الحاله اللي نفسي تتنقل للناس اللي بتتعصب للكوره. احنا كلنا صحاب بره الملعب، كلنا بنحب بعض وبنقابل بعض وبنخرج ونعرف بعض كويس، ونعرف بعض من واحنا في الناشئين، وبنعرف بعض واحنا في مدارس الكوره. فيعني حاله التعصب اللي بتبقى موجوده بين الجمهور نفسي ده يقل، ونفسي ده ما يبقاش موجود، لان في الاول وفي الاخر انا وسواء لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك ايا كان مين اللاعب، انا وانت بنتنافس على يعني زي ما بيقولوا على حبنا لنادينا وحبنا للمكسب، لكن في الاول وفي الاخر ده ما عمره ما هياثر على علاقتي بيك بره الملعب. فنفسي الحاله دي تتنقل للناس، وان شاء الله تبقى رساله ليهم يعني باذن الله. الحمد لله على الجائزه، جايزة قيمة بالنسبة لي، دي بداية مشوار ليا، أنا لسه ما عملتش حاجة، أنا عندي هدف أكبر اللي أنا إن شاء الله أتكرم وأنا راجع من أمريكا 26 إن شاء الله في كأس العالم. لا الحمد لله أنا من ضمن 20 حكم محترف على مستوى قارة أفريقيا، إحنا بنشتغل معسكرات دايمة، اختبارات دايمة، فأنا مركز في شغلي، مركز في تحكيمي، مركز في ماتشاتي، ماتشاتي كلها مراقبة من الاتحاد الدولي للاتحاد الأفريقي، فبحاول بقدر الإمكان اللي أنا أقصى أبذل قصارى جهدي وأقلل أخطائي عشان ربنا يكرمني ان شاء الله واوصل لهذا.